ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ اتمنى انك تكون بخير. في الفيديو ده هوضح لك ازاي تعمل ما يعادل $10 كل يوم على موقع سهل وبسيط. كل عليك انك تيجي على جوجل ثم تكتب بعد كده تكتب تولونا، تمام؟ او ممكن عن طريق السيرش تكتب تولونا.com تظهر لك الصفحه دي. الصفحه دي تقدر من خلالها انك تسجل دخول، او لو انت معاك حساب تقدر تعمل تسجيل، تمام؟ انت تقدر بكل سهوله انك تيجي على الموقع ده، تمام؟ تنكر على تسجيل الدخول، هتظهر لك الصفحه دي. الخطوه الاولى طبعا هتاخد 500 نقطه. انت عارف يعني ايه السيرفي، تمام؟ السيرفي ده انت بتجاوب على بعض الاسئله، تمام؟ بتقوم بخدمه مقابل النقاط، والنقاط بتتحول لفلوس، تمام؟ اسم الموقع تولونا، تمام؟ زي ما قلت لك تقدر تعمل $10 كل يوم على الموقع ده، تمام؟ الدوله هتختار الدوله، لو انت من مصر تختار مصر، لو انت من المغرب تختار المغرب، تمام؟ هتدخل الاسم الاول، اسم شخصي، اسم العائله، تمام؟ هنا بعد كده هتختار تاريخ الميلاد، اليوم والشهر والسنه، تختار ذكر ام انثى، بعد كده هتتك الثالث. طبعا هنا تسجيل الدخول لو انت معاك حساب زي ما قلت لك، تمام؟ هنا بتدخل عنوان البريد الالكتروني وهنا كلمه السر، بعد كده تتك تسجيل الدخول. هيجي لك رساله على الجيميل، عن طريق الرساله دي تنكر عليها، عن طريق الرساله في رابط تنكر عليه، بعد كده عن طريقها تخش على موقع تولونو، هتظهر لك الصفحه دي، تمام؟ بعد كده هتدخل على موقع تولونو، دي الداشبورد، تمام؟ هنا النقاط اللي انت خدتها، هنا 500 نقطه، عن طريق انك لما بتسجل على الموقع ده بتاخد 500 نقطه، تمام؟ انا زي ما انت شايف انا دخلت اليوزر نيم، تمام؟ والاسم احمد، هنا بيقول لك مرحبا احمد، هنا بيقول لك شارك افكارك عن طريق الاستبيان اللي بيديهولك، تقدر تجاوب على بعض الاسئله، عن طريقها بتجمع بوينتس وتقدر تسحب الفلوس، تمام؟ يعني سهل انك تعمل فلوس على الموقع ده جدا. هنا ما نوصل لك شارك افكارك، احصل على مكافاه، تمام؟ هنا شارك في الالعاب، هنا التاسكس، هنا المهام، تمام؟ هنا بيقول لك المهام المطلوبه اللي انت عن طريقها بتاخد بوينتس، بعد كده بتجمع نقاط وعن طريق النقاط تاخد فلوس، تمام؟ هنا شوف انت اتعامل انت هنا بقى، تمام؟ كل عليك انك تسجل على موقع اسمه تولونو، بعد كده هتخش على الداشبورد ديت، وبعد كده تتعامل. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اوضح لك بعض التفاصيل بحيث ان الناس اللي عليك بعد كده انك تكسب فلوس على الموقع ده. انت تقدر تعمل ما يعادل $10 كل يوم، فالموضوع سهل. $10 مش حاجه، كل عليك انك مثلا لو ضفت ساعه ساعتين كل يوم على الموقع ده تقريبا تقدر تعمل الرقم ده $10، 500 جنيه كل يوم، سهل، تمام؟ فزي ما انا قلت لك ان دي التاسكس، هل انت بحاجه الى بعض الالهام؟ هنا اكمل الاستبيان، تمام؟ اجب على الاستطلاعات، عرف بنفسك، عن طريق الحاجات دي كلها تقدر تكسب النقاط، تمام؟ هنا الحساب، هنا تفاصيل الحساب، تمام؟ لو انت عايز مثلا تغير اليوزر نيم، هنا الاسم الشخصي، هنا اسم العائله، لو انت عايز تغير في بعض الاشياء، لو انت عايز تغير البريد الالكتروني، لو انت عايز تغير كلمه فور، تمام؟ تقدر عن طريق كون بدعوه صديق، عن طريق الرابط ده بتشاركه مع حد، وعن طريق الشخص ده بيتجمع نقاط بتاخد 500 نقطه، بمجرد انضمام صديقك هتكسب 500 نقطه، تمام؟ تقدر عن ده برضو تجمع نقاط، مش شرط انك تجاوب على الاسئله اللي موجوده على الموقع فتكسب نقاط، لا، انت تقدر عن طريق رابط الافليت ده بتجمع نقاط، تمام؟ هنا الاستطلاعات، في الاستطلاعات، تمام؟ هنا بتجاوب على الاسئله ديت برضو، تمام؟ تكسب نقاط زي ما انا وضحت لك، وعن طريق النقاط انك بتكسب فلوس، فموضوع انك تعمل $10 سهل يعني. فدي الاستطلاعات، تمام؟ الرسوم البيانيه ده الاستطلاعات، هنا عندك برضو في سيرش بار عن طريق البار ده، في هنا المكافآت، تمام؟ هنا بيقول لك مقابل 75,000 نقطة هتكسب $10، يعني موضوع رصيدك، رصيد حسابك هو 500 نقطة. عن طريق الأسئلة بقى أنت يعني ممكن مثلا في أسئلة ممكن تتجاوز ال 1000 نقطة، في أسئلة ممكن تتجاوز ال 2000 نقطة، في أسئلة ممكن تتجاوز ال 3000 نقطة، فهي أسئلة أنت بتجاوب عليها عن طريق أنت بتجمع نقاط، وعن طريق النقاط ديت بتقدر تجمع الفلوس، يعني بيقول لك مقابل 75,000 نقطة هتجمع $10، تقدر تسحبهم عن طريق باي باك، المكافآت يعني، تقدر تسحب فلوسك برضو مقابل 45,000 نقطة، تسحب 200 على موبايل ريشارج، تمام؟ هنا بطاقات الهدايا عن طريق انك تجمع 22,000 نقطة، تقدر تجمع هدايا، تمام؟ ما يعادل ال 100 جنيه، هنا عن طريق الشوبيفاي، تمام؟ هنا بتقدر عند كل 12,000 نقطة تقدر تجمع 50 جنيه فيما فوق، المهم دي صفحة السحب، طريقها بتقدر عن طريق الكوينز أو العملات أو النقاط تقدر تسحب الفلوس عن طريق الاختيارات المتاحه اللي قدامك دي، تمام؟ هنا النيوز، هنا المجتمع، تمام؟ هنا النيوز، هنا الاخبار اللي منشوره على الموقع، هنا نصيحه، تقريبا اللي يقوم بنشر النصائح ديت او الاخبار ديت تقريبا بياخد نقاط، ونقاط بتبقى كبيره، فدي المجتمع، هنا تقدر تتواصل مع الموجودين على الموقع، تمام؟ هنا الاعدادات لو انت عاوز تسجل، تمام؟ بحاول على قد ما اقدر ان انا اختصر لك الفيديو بحيث انك سهل عليك بعد كده انك تتعامل على الموقع، زي ما قلت لك هنا الالعاب،
لو انت مثلا عايز تجرب تشوف ايه الدنيا هنا، ايه النظام. المهم هنا بيقول لك اختبر ذاكرتك، يمكنك اللعب حتى 3 مرات في اليوم. هنا تقدر عن طريق البار ده لعبة مجانية تتك عليها، تمام. بس تقول انا وينز، فده كل الحوار، ده الموقع سهل عليك انك تبدأ عليه، انك تشارك افكارك، تمام. عن طريق بقى زي ما قلت لك الاسئلة اللي انت بتجاوب عليها بتتحصل على النقاط، عن طريق النقاط انت بتتحصل على المال، تمام. بس ده الموقع اسمه تولونا او تولونا، بيتجمع نقاط عن طريق الاسئله، تمام. انك بتشارك افكارك وبتحصل على النقاط، ده كل الموقع. ان انا اكون وضحت الصوره بشكل كبير، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. اشوفك في الفيديو الجاي.